هاتي قطعان انا اشتري من الرصيف وشتاو الملها بالكامل وحاطه باسم سمر. سمر عاشت احلى ايام حياتها، الملها كله لها والكل يشتغل لحسابها، بس عندها المعلم حمزه كل ما يعني طلع رايح يبي يشتري بضاعه يخلص بسرعه ويرجع الى حلب، لكن ما يروح البيت، بعدين يرجع البيت يقول والله انا كنت في المدينه الفلانيه ومستعد، يعني تاخر. والدة ابو عبد الله، ابو عبد الله هذا اللي هو صديق مروان ابو حمزه اللي هو امام المسجد الخطيب، توفت والدته كانت كبيره في العمر وتوفت ودعوا الناس حق العزة وكذا، فمروان حزن ان هذا صديق عمره وكذا، فقال حق زوجته يلا خلينا نروح نعزي صديقي ابو عبد الله روح البيت، مع ان زوجة مروان اللي هي ام حمزه ما لها علاقة مع زوجة أبو عبد الله، لكن لأن تعرف أن هذا اعترف صديقة تخطيط، فراحت مع زوجها للعزاء. طبعا العزاء عندهم في عزاء للنساء وعزاء للرجال. أم حمزة كانت تتداخل مع النساء، وأبو حمزة يعزي صديقة أبو عبد الله واقف معه. لين جاء آخر الليل طلع أبو حمزة وأخذ زوجته وراجعين البيت. وتلتفت عليه فموافقتك اعتبرها موافقة. قال إذا أبو عبد الله مبروك والله يتمم عليك من طيب. وفعلا ويسوون فرح ولا أروع ولا أجمل. يخشى لأنهم العائلة هذه عائلة محافظة، تقول يا حبيبي تبي ما تبي حل، لكن الام تقول له يا حبيبي مستحيل. كل مكان فيها النظام العضلي في بعضهم ما راح يشوف، لكن كافي الام يوم تقول له مستحيل. طبعا تقول له ولا في قال دخل قلت مستحيل بعده على السرير الاخلاق طيبه اللي طالبة كلية الشريعة طلعت من الشريعة. وأنا ما يعني انتشر خبر شلون أقنع الناس إن هذا كذاب، ولا ليش قاعد يسوي معاه كذي؟ ما هي عارفة إيش السالفة. صارت عاجزة عن الحد، قعدت تبكي داخل الحد لحد الساعة 1:30 في الليل. يوم تأكد حمزة إن أهلها نايمين تحت، مو ساكن البيت اللي هم ساكنين فيه ما شاء الله. مروان حمزه عنده مثل بيت ثلاث ادوار وخطوط، عطى حمزه وزوجته الدور الثالث. قام نزل يتسحب شوي شوي، شاف ابراهيم طالع من البيت. وين راح؟ راح الى ست الحسن سوا. قال ها شو رايك بعريسي؟ شوفي داخل على دور علي عليها وفات عندها. لما صح الصبح ولا ام حمزه تضرب الباب. طبعا فاطمه لما جاء الصبح ولا هي نايمه بالحلقه المسكينه بدلتها وبلشي معها قامت بدلت شوي فرق عليها ام حمزه الباب افتح الباب وتقول الصبح انطلقت ولا شيء يا عروسه يا حلوه طالعتها ولا شوف من كثر البياض عيونها خضر لما تبكي العين تصير حمراء.